السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، أنا كشيف الحمد لله. شيف بخصوص مصارف الزكاة، بارك الله فيك. وفيك. طبعا الفقراء والمساكين يعتبروا هو يعني أهم مصرف من مصارف الزكاة، لا تقل أهم، لا تقل أهم، يعني ده أول يعني أول من ذكرهم الله، لكن قد يكون الغارم سيسجن، أو قد أقصد يكون يعني أول من ذكره الجهاد في الله. سبيل الله أيضا. لا، الواو لا تفيد الترتيب، نعم، الواو لا تفيد الترتيب. سؤال يا شيخ، يعني بارك الله فيك، يعني أفرد. لماذا لم يرد في الكتاب أو في السنة نص يعني يوضح حد الفقير أو حد المسكين بحيث يكون واضح؟ لأن هذا يختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان، يختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان. فعلى سبيل المثال، مثلا الآن الذي لا يجد سيارة في مصر، في الفلاحين لا يسمى مسكين ولا فقير، لكن الذي لا يجد سيارة في الكويت أو في السعودية يسمى فقير. فهم كلامي؟ لكن برضه يا شيخ يعني تظل المسألة برضه يعني محيرة. أنا بالنسبة لي لا، ما في محا، أنت اللي يعني محير نفسك. وقت إخراج الزكاة الفقر أمره نسبي، الله يستر عليك. يعني كيف أقدر أحدد أنا مثلا؟ والله يا أخي أنت متعب نفسك حيث لا وجه للتعب. الفقير في بلادكم معروف، وأنت إذا تحسست الفقراء وجدت، وإذا كنت عاجزا عن تعيينهم وكل غيرك من الذين يفهمون الفقراء. مر على ناس في القرية عندك أو المدينة، تجد ناس بطونهم منتفخة من المرض الوباء الكبدي، وآخرون يغسلون، وآخرون ليس لبيوتهم سقف. المسألة نسبية. لكن في بعض الأحيان الشيخ، يعني مثلا يكون لي مثلا قريب، عمة أو خالة، أنا عندي رغبة إن أنا أخرج ليها الزكاة، هي برغبتك ولا بالشرع يعني؟ أيوة، وطبعا إذا كانت هي مستحقة فأكيد هي أولى إذا كانت هي ذات رحم. وفي نفس الوقت إذا بحثت عن أي شيء يدلني إذا كان أستطيع أن أحدد هل هي فقيرة أم غير فقيرة، لا أجد شيء ثابت يبين لي إذا كانت هي فعلا المستحقة أو غير المستحقة. السلام عليكم، يكفيني ما ذكرته.